السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ معكم أخوكم موسى من قناة جيمز ستيشن. اليوم جايب لكم أخيرا لعبة باتل فيلد 3 مع الأونلاين مع الإضافات جميعها. طبعا اللعبة تحديث 2016، والسبب اللي خلاني أنا يعني أرفض أني أشرح اللعبة هو صار، طبعا إيش اللي صار؟ أنا حملت نسخة 29 جيجا بايت تقريبا، قريب 30 جيجا بايت، وكنت ما أبي أحملها إلا بسبب أن الناس كثير تطلب اللعبة، وحاولت أشغل فيها الأونلاين، الأونلاين ما اشتغل، فهذا السبب اللي أنا خلاني يعني أرفض أني أشرح هذه اللعبة. رجعت وحملت نسخة ثانية اللي هي حجمها 26 جيجا بايت وضبط معي الأونلاين. عشان هذا السبب أنا رفضت أني أشرح اللعبة. خلونا نتابع يا شباب. طبعا راح أحط لكم رابط موقع تسجيل عشان تدخل للأونلاين. راح تنتظر 5 ثواني وتضغط على تخطي الإعلانات، بعد كذا راح تجيك الصفحة بهذا الشكل، تختار لك يوزر نيم وتحط الإيميل والباسورد. هنا تختار يعني تكمل صور الساعة، مثلا كذا مثال تكمل صور الساعة، بعد ما تتأكد أن الصور صحيحة تضغط على الريجستر. راح يجيك إيميل على إيميلك. الإيميل اللي تحطه هنا لازم يكون مفعل أنت تستخدمه. عشان تروح تدخل للإيميل راح تلاقي رابط تسوي أكتف أو تفعيل للحساب أو للموقع. بعد ما تسوي أكتف تجي وتسجل دخول. لما تسجل دخول راح تجيك الصفحة كذا، فأنت راح تكون سجلت في هذا الموقع. إذا كنت أنت مسجل من قبل في هذا الموقع ما يحتاج ترجع تسجل من جديد. تمام يا شباب، لك تبدل اسمك مرة واحدة فقط كل 30 يوم. أنا قبل شوي بدلت اسمي، كان أول روك سنايبر، الحين بدلته لجيمز ستيشن، فلازم أني أنتظر 30 يوم وبدل اسمي. تمام يا شباب، بعد ما تسوي لك حساب تروح وتحمل اللعبة، تنتظر 5 ثواني وتضغط على تخطي الإعلانات وتحمل ملف تورنت من هنا من خلال المتصفح. راح يجيك مجلد مضغوط بهذا الشكل. لما تفك الضغط راح يجيك ملف التورنت. لما تحمل اللعبة راح تجيك اللعبة بهذا الشكل يا شباب، باتل فيلد حجمها 26 جيجا بايت. أول شيء تثبت اللعبة من أيقونة السيت أب، طبعا تثبيت عادي جدا، تضغط عليها كذا وتحدد اللغة، وبعد كذا تسوي نكست، تحدد مسار تثبيت اللعبة وتترك كل شيء صح، تضغط نكست نكست وتضغط على انستول، وراح تثبت اللعبة معك وراح تجيك كذا على سطح المكتب. بعد كذا لا تروح وتركب الكراك، أول شيء تركب دي ال سي الإضافات عشان تقدر تلعب في جميع أطوار الملتي بلاير. تروح للدي ال سي تضغط على السيت أب نفس الطريقة، أوكي، تضغط نكست، راح يحدد لك هو مسار اللعبة. إذا شفت المسار مو صحيح حدده من البراوز، اضغط على انستول وانتظر لحد ما يثبت معك الدي ال سي. بعد ما تنتهي من تثبيت الدي ال سي تروح لأيقونة اللعبة اوبن فايل لوكيشن أو فتح موقع الملف بالعربي، وتجي للكراك وتنسخ جميع هذا الكراك كوبي، وتروح لمجلد اللعبة وتسوي له بيست وتوافق على الاستبدال. بكذا انتهينا من تثبيت اللعبة. الحين راح نروح لتحميل الملفات الضرورية لتشغيل الملتي بلاير. تجي هنا وتضغط على تخطي الإعلانات. طبعا أنا دمجت الملفات الأربعة لكم عشان ما تروح تحملها من 4 مواقع، سهلت لكم الطريقة. تضغط على التحميل من خلال متصفحك، حجم الملف هو 82 MB فقط. بعد ما تحمله راح يجيك كذا على سطح المكتب. تفتح المجلد المضغوط، تفتح المجلد هذا راح تلاقي الملفات. ركزوا يا شباب، ما تضيف المجلدات على راحتك، خلوها بالترتيب، راح أعلمكم كيف تضيف. تفتح مجلد اللعبة وتبدأ بإضافة الملفات. أول ملف تضيفه اللي هو اللانشر، هذا اللي مكتوب عليه لانشر DLL، تسحبه لمجلد اللعبة وتتركه وتوافق على الاستبدال إذا طالبك. طبعا أنا مثبته من قبل أو ضايفه من قبل عشان كذا يعطيني موافق. ثاني شغلة تروح للمجلد هذا المضغوط اللي مكتوب عليه 910، تفتح المجلد وتسحب وتتركه هنا. طبعا ما راح يجيك موافقة على الاستبدال لأنك أول مرة راح تضيفه. بعد كذا يا شباب تغلق هذا وتروح للملف اللي باسم SRV. طبعا يمكن ما تجيك كذا مرتبة، أنت ثبت مثل ما أنا أثبت. تروح لمجلد المضغوط SRV، تسحب الملفات اللي بداخله وتتركه في مجلد اللعبة وتوافق إذا طالبك بالموافقة على الاستبدال. تروح للمجلد المضغوط اللي باسم Silent، تفتحه كذا وتسحب وتتركه في مجلد اللعبة وتوافق على الاستبدال. طبعا أنا بالأمس حاولت أشغل أونلاين وكله يعطيني إرور، وإيش السبب؟
السبب اني ما كنت مرتب او ركبت الملفات بهذه الطريقه اللي الحين انا ركبتها معكم. تمام يا شباب، اتمنى تكونوا مركزين. بعد كذا تروح طبعا لا تشغل اللعبه من هذه الايقونه، تروح لمجلد اللعبه بتلاقي ملف باسم ZLO Full Launcher وتشغله كمسؤول وتنتظر توافق، تنتظر لحد ما يفتح. طبعا اذا جاك هذا المسج، البعض يمكن ما راح يجيهم هذا المسج، اذا جاك هذا المسج ما عليك منه طنش، كاتب لك cannot register the host key، انت اضغط اوكي ما عليك منه. لاحظوا فوق بعده بالاحمر تسجيل ما في دخول ولا شيء ابدا، بيجيك هذا الخيار تضغط على ليفت. بعد كذا راح بدال عن يجيك كذا انا مسجل دخول خلاص جاهز، انت راح يطالبك بالايميل والباسورد اللي سجلته في هذا الموقع، تروح تحط الايميل والباسورد تضغط على يس. بعد كذا هو راح يعمل اتصال، تضغط على هذا اوكي. لو تلاحظوا الماستر سيرفر كونكتد، الماستر سايلنت كونكتد، واللوجن بروفايل لوجن خلاص بالازرق، والاي دي نفس الشيء، والاسم حقك اللي انت اخترته. طبعا اذا عطاك واحد من هذول بالاحمر معناته الاونلاين ما يشتغل معك. طبعا راح تشوف هذه السيرفرات جميعها. تمام يا شباب، هني البلاير ستاتس، طبعا الرانك حقك وايش تبدل وايش ما تبدل. طبعا الحين وصلت الرانك 3 وتابع. طبعا نرجع للبلاي، تروح تختار اي سيرفر انت تبي تلعب فيه. مثلا بنلعب في هذا السيرفر، كليك بيمين الماوس وتضغط على جوين سيرفر. اول ما تضغط جوين سيرفر راح يطالبك مره ثانيه بتسجيل دخول، تسجيل دخول في موقع انا خلاص سجلت فيه ما راح يظهر لي. سجل دخول وتضغط على جوين سيرفر، لاحظوا الحين راح يسجلنا. ما راح اقطع بالفيديو عشان تشوف كل شيء قدامك، بعد كذا ما تقول والله الاونلاين ما يشتغل معي وانت قطعت بالفيديو وشغلت لنا اللعبه الاصليه، لا تجيب هذا الكلام ابدا، انا احب اشرح لكم شيء مضمون. لو تلاحظوا دخلنا على الاونلاين، راح انتظر لحد ما نلعب في المود عشان تتاكدوا يا شباب الاونلاين شغال. طبعا هذا تحديث جديد، لو تلاحظوا دخلني بكل سهوله، ما في اي بطء وما في اي مشاكل. تختار طبعا وين تبي تلعب، باي سيرفر او سوري باي سلاح. خلنا نلعب بذا، تضغط على اللي هو رسم، خلونا نشوف اللعبه. راح ينتهي السيرفر. قناص 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 قناص. اوكي 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 اوكي، ما علينا ما علينا ما علينا حبيبي ما علينا. لحظه خلنا نجيب القناص. سنة انتهى الجيمز. خسرنا طبعا شخصين، ما في كثير، الافضل شخصين اذا تبي تلعب على راحتك يعني. سوي سكيب، خلونا نشوف سيرفر اخر عشان نتاكد ان السيرفرات شغاله. نروح لهذا السيرفر ونسوي جوين وننتظر لحد ما يدخلنا. اذا اعطاك كذا بالاحمر مو مشكله، روح لسيرفر اخر ما يمنع. لا يعني ما تقول خلاص السيرفر ما راح يشتغل، هذا السيرفر راح يشتغل. ننتظر شوي، الحين راح يدخلنا. لو تلاحظ تنزلها. طبعا اذا بغيت تلعب سنجل بلاير تجي هنا وتلعب سنجل بلاير اللي هو طور القصه. ننتظر، هذا هو المود او السيرفر، نفس السيرفر تقريبا بس في 4 اشخاص. طبعا لعبت مع ناس كثير الصراحه يلعبوا باللعبه المكركه، الحين ليفلهم 100، يعني اللعبه صار لها تشتغل سنوات كثيره. خلونا ناخذ قناص. في احد؟ راح تجينا غدرة قناص. يلا ليتس جو يا حبيبي.
now control all objectives. I repeat, the enemy control all objectives. Objective neutralized. شافني انا لو كنت مصوب بطريق المستقيم لتوني كانت اموري طيبه. على العموم يا شباب ما راح نطول كثير. اتمنى المقطع يعجبكم واتمنى نوصل لاكبر عدد لايكات يا شباب. اذا لقيت في تقصير منكم ما راح انزل العاب اونلاين وراح اخذ راحتي في الاسبوع. راح انزل لعبه او بالكثير بالاسبوعين لعبه. فاتمنى يا شباب انا ثقتي فيكم حطوا لا قدر ما تقدروا. واللي عنده اي شيء يحط كومنت وراح ارد عليه. اشتركوا في القناه اللي مو مشترك لان القادم افضل باذن الله. كان معكم اخوكم موسى من قناه جيمز ستيشن واشوفكم على خير.